إكسبريس باي توتال إنرجي. مرحبا بكم في حلقة جديدة من كان إكسبريس، كما كل يوم من 3 إلى 4 تغطية متواصلة لكان توتال إنرجي الكامرون 2021. سعيد جدا بمرافقتكم من قدام الميكرو وليد برحومة، يرافقني في الإخراج أنيس الجويني. كذلك تنجموا تفرجوا فينا بالفيديو مع تقوى المديوني على ديجيتال فيسبوك ويوتيوب. كما كل يوم كذلك يرافقني إسلام المدب. أهلا وسهلا بك إسلام. أهلا بك وليد، تحية لك ولكل المستمعين. كالعادة باش نحكي وخاصة باش نتعمقوا أكثر في الانتصار تاع المنتخب التونسي، نحكيه على أخبار المنتخب ما بعد المباراة تقريبا 24 ساعة بعد المباراة. بدينا نهضمه في الانتصار العريض متاع البارح ضد موريتانيا بنتيجة 4-0. البارح خلينا الآراء تقريبا أغلبها إيجابية مع بعض النقاط اللي باش نرجعوا لها اليوم، بعض النقاط السلبية سواء في اللعب وخاصة خارج اللعب. تنحكيوا بأكثر تفاصيل في هذا على امتداد الحصة كان إكسبريس. باش نمشيو لليمبي ومبعوثنا في الكامرون أنيس السحباني اللي كان شاهد عيان البارح على اكتساح المنتخب التونسي لمنتخب موريتانيا. أنيس أهلا وسهلا بك. أهلا بك وليد، تحية ليك السلام ولكل المستمعين. الأجواء تتغير بعد الانتصار أنيس. طبيعي جدا الأجواء تتغير بعد الانتصار وليد، رغم أنه اللقطات اللي صارت البارح في المباراة نتاع الملعبية طبعا معناتها ما كانتش محبطة برشا بالنسبة للجماهير التونسية. ديجا كنا سألنا عليها كل الملعبية البارح، جزيري والخزري كيف حمزة المثلوثي، وقدموا كل واحد الرواية نتاعو الأحداث على كل ذا بعد نرجع لهم كل التفاصيل. قلت الأجواء تتغير بطبيعة باعتبار أن المنتخب الوطني التونسي أقصى نهائي للمنتخب الموريتاني من المسابقة دي، وقرب برشا من الترشح للدور القادم، فقط تعادل يخلينا نترشح رسميا، وذاك الانتصار مع عثرة للمنتخب المالي نجم حتى نكملوا الأولين والثانيين في هذه المجموعة، مجموعة السادسة، مجموعة المنتخب الوطني التونسي. منتخب اللي البارح عمل تقريبا اللي لازم، وكانت بداية قوية وماركينو زبونتو في 10 دقائق، ثم ماركينو زبونتو في الشوط الثاني، وكانت الانتصار 4. ومع ضربة جزاء ضيعة كان ضيعها لاعب يوسف المساكي، كيف كان ضيع البارح وهبي الخزري كان مركز دوبلي وليد. وهبي الخزري اللي يتحصل اللي موجود في الليكيب دو لاسومان في هذه الكاس الافريقية، وهبي الخزري في الجولة الثانية أكثر لاعب تحصل على عدد في المباراة، يعني 9.9، يعني تقريبا المشرفين على المواقع هنا يعتبروا أنه معناتها وهبي الخزري قدم مباراة مثالية البارح مع المنتخب الوطني التونسي. وزادها اللقطة نتاع الطفل المشجع التونسي اللي كان غاضب وكيف المباراة الأولى، هدا له قميصه البارح زاد كيف في مباراة المنتخب الموريتاني. بالطبيعة نحكيو ديما على الكواليس، حمزة المثلوثي يوم صباح تواصلت معاه في نزل إقامة المنتخب الوطني التونسي. للأمانة خليني نقول المساجات اللي الناس تبعت فيهم ليه والعائلته بعد مباراة المنتخب المالي حقيقة حاجات تحش، يعني حاجات شخصية ما فهمتش علاش ولينا عن النوع من العنف هذايا. في نهاية الأمر تنجم تنقد مردوده، تنجم تنقد لا طريقة اللعب نتاعو، لكن أن ندخل في أعراض شخصية وحاجات شخصية حقيقة معناتها هذه حاجات مش باهية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. بالنسبة للمنتخب اللي البارح كما قلت كمل المباراة ويبدأ اليوم تحضيراته لمباراة المنتخب الجامبي اليوم 17، باش يكون حصة تدريبية دون حوارات فقط للتصوير، وغدوة يوم مغلق بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. نهار الأربعاء كل ندوة صحفية صباح للمدرب معاه واحد من اللاعبية، ثم العشية آخر حصة تدريبية قبل المباراة نهار الخميس ضد المنتخب الجامبي 8 نتاع الليل في ليمبي، والمنتخب المباراة الأخرى باش تلعب في نفس التوقيت مالي موريتانيا. مالي موريتانيا باش تلعب في دوالا، واليوم منذ قبيل شوية كنا موجودين في دوالا، ومنتخب الموريتاني وصل لمدينة دوالا ويسكن في واحد من النزول هنا باش يلعب المباراة الأخرانية، ثم يغادر بالطبيعة إلى نواكشوط بالنسبة للمنتخب الموريتاني. أنيس حبيت نرجع معك قبل ما نمشي للمباراة جامبيا، حبيت نرجع معك على
الرياكسيون اللي صارت البارح مع الملاعبيه، خاصه بعد تسجيل المثلوثي للهدف الاول، قلت لي اللي جاوه مساجات معناها شخصيه، وقال هو حتى في تصريح معاك البارح سمعته قال اللي مسؤولني في عرضي ومسؤولني في امي وبابا ومسؤولني في حاجات شخصيه، وهذايا اللي خلاني يمكن نتوجه لفئه معينه. لكن في كل الحالات من المفروض ملاعبي محترف في فريق وطني، ما تحسش كأنه البارح هكا الانتصار نغصناه بالحاجات هذه اللي صارت؟ وهو اليوم وليد اول معناتها ما اول ما حكى معايا، يعني الحقيقه نتاع ربي، وهو ما تجاحك معايا بواحد ديراته، معناتها اول حاجه قال انا غلط 2000%، معناتها هذا اللي معناتها الحقيقه تقال، قال انا غلط 2000%، ما كرنيش جاوبت، ومعناتها وما تنجمش راهو ملاعبي ما ينجمش يجاوب راهو الشعب كامل، يعني اذا كان كل واحد باش ينتقدك باش تجاوبه معناتها تقعد معناتها تركز في الميدان، نقصت الفرحه صحيح باعتبار انه حتى سيف الدين الجزيري زاد قال لا راني انا في البطوله العربيه زاد عملتها، ولو انه خليني نقول معناتها الملاعبيه ما كانوا بعد المباراه ما شافوش ما كانوش ينتظروا في حجم رده الفعل تاع تونس. ديجا احنا معناتها كي بدينا نحكيو معاهم وما بينا متفاجئوا في انه الشعب مركز في كل، قلنا لهم راكم انتم ملاعبين تاع منتخب وطني اللي المفروض معناتها الناس كل تبع فيكم في كل لقطه، في 90 دقيقه كل لقطه الجمهور قاعد يتبع فيها، فماذا بينا تتفاديوا مثل اللقطات الزايده هذه، وفي نهايه الامر انتم توانسه والشعب اللي يشجع فيكم شعب تونسي، والشعب اللي باش يتغش عليكم شعب تونسي، يعني تاع مباراه خايبه باش الناس كل بتجي تنتقدك هذا متهمين فيه، تاع مباراه باهي الناس كل زاده باش تقول باش تحكي عليك بالباهي، هذه قانون كرة القدم في تونس ولا حتى في الصومال في أي بلاد في العالم بنفس الطريقة باش تكون الأمور، يعني الضغط لازمك تتحمل الضغط سواء كمدرب في فترة من الفترات ما تحملش الضغط وغير طريقته توا تحسها في هذه الكأس الإفريقية، اللاعبين زاد لازمك تتحمل الضغط اللي تلعب في الزمالك ولا تلعب في سانت تيان ولا تلعب في الأهلي ولا اللي هو معناتها تلعب في ونيفو ديما بمعادلة النقد، تلعب في المنتخب هذا منتخب منتخب تونس الكل، له منتخب منذر كبير، له منتخب حمزة المثلوثي، له منتخب وافي الخزري، له منتخب وديع الجري، منتخب تاع تونس الكل، الناس الكل عندها حق. صحيح انيس، انت ذكرت التفاعل جوستومون تاع المدرب الناخب الوطني منذر الكبير، تحس اللي تغير سلوكه حتى في الندوات الصحفيه، قاعدين نشوفوا فيه اهدى بياسر من اللي كان عليه، بالرغم اللي هو تعرض الى ضغوطات كبيره هو بدور، وحتى انا شخصيا يعني بعد اللقطه اللي صارت وتدخل رئيس الجامعه، يعني بعد في الندوه الصحفيه في قبل المباراه الثانيه جاني وحكى معايا شويه على انفراد، معناتها قال لي راني معناتها ماذا بينا معناتها تنسى الموضوع نهائيا، وحتى بعض الزملاء الصحفيين قالوا له لو حتى طريقه معناتها اللقاء ما كانتش حاره وقت اللي تدخل السيد وداك، اي جوستومون انيس حسيناه ما عينوش خاطر في الفيديو تحس مغصبين عليه وقتها ولا لا؟ لا لا هو فسر، هو كان في تدخل في قناه حنا بعل مع زملائنا شاكر كازالي وعربي الوسلاتي، قال لو تبعته هو تبعته معناتها كيك، انا قلت جا حكي نحكي لك الشهاده المدين، يعني انا جا حكي معايا بعد نهايه الحصه بعد نهايه الندوه الصحفيه، جا حكي معايا على الفيرات في الاوف، قال لي نحب نحكي معك لتسجيل الشيء، حكى معي بعض الدقائق قال لي راهو معناتها سالته عني بيه، انا ما عنديش معناتها مشكله شخصيه في حد ذاتك انت، معناتها قال انا راني غلطت، وقال فما بعض الصحفيين غلطوا، بعض الجماهير غلطت، الناس الكل تغلط، قال هذا بين الصفحه، وقال معناتها اي حاجه نحكي لك للامانه، معناتها قال لي اي حاجه باش تراوها غالطه في المنتخب معناتها واصلوا في معناتها في النقد نتاعكم كيما مستانسين ما عنده حتى علاقه لو هذا بهذا، والبارح سلام البارح المدرب ما شافش اللقطات الكل، وقت كنا نعمل معاه في انترفيو وصلنا له الميساج قلنا له هل شفت اللقطات نتاع الملاعبيه؟ قال الحقيقه ما شفتهمش الكل، لكن قال تو روح للنزل، وقال انا ما نقبلش معناتها الحقيقه نتاع ربي ما نقبلش اذا كان صاروا حاجات قربش نروح للنزل نثبت في اللي صار نعاود الماتش وثبت في اللي صار الكل، واذا كان فما مساجات ولا ندير يوم على الملاعبيه على انفراد باش نقعد معاهم. حسين جنيح زاد العضو الجامعي كان معنا في الزون ميكس قبل ما يخرج الملاعبيه للتصريحات، معناتها وصلنا له وقلنا له معناتها هذوما معناتها مش معقول انه ملاعبي يجي يجاوب شعب كامل،
قال لي معناتها يصيروا في البطولات العالمية، يصيروا في البطولات العالم الكل ماهوش مثال معناتها باهي بالنسبة. قال معناتها نحاولوا نهديوا الأجواء شوية. قلت له المفروض أنتم ساعة تهديوا الأجواء، أنتم ما عادش تعملوا حاجة تخليوا الشعب ينجرف فيكم. تخيل أنيس البارح المثلوثي بعد ما سجل كان عمل لقطة مثلا قلب للكاميرا، ولا كان عمل أي لقطة يطلب فيها السماح أو غيره. شوف كيفاش كان يكون التعاطف الكبير معاه، كان يكسب معاه ال 12 مليون اللي يتفرجوا معناه، ولا يعتبر يعني بطريقة ما على المردود الكارثي في المقابل، ولا نتصور عباد قلب صفق الوقت. وهذا هو وصلنا له. قلت معناتها سواء ليه المثلوثي، سواء للمدرب، سواء معناتها الوهاب الخزري اللي قال انا لا راني معناتها مساج لولدي، وبالنسبه للسيف الدين الجزيري قلنا لهم يا خويا ماذا بينا نحكيو، مادام التوانسه الكل ما ينجموش يقبلوكم تو باعتباركم بحذانا، احنا اقرب ناس ليكم، ماذا بينا معناتها نحاول نتفاداو كل حاجه تنجم تخلي الناس. لقطه وهبي الخازري ما فهمتش علاش العباد كذبت، ولو انه نفس الفيرسيون هو وزوجته تقريبا، زوجته بالوقت كانت هبطت هبطت ستوري على الانستغرام قالت هاي اللقطه لولده، لقطه وهبي ما تصورش اللي هو جاوب على العباد. لكن اي لا نعرف معناه انا خاطر شفت برشا ناس كذبوه، يعني الحق نصدقوا ونزلوا معناه من الحاجه هذه. لكن حمزه ما فقط نكمل، يعني حمزه المثلوثي الحق ما عاودناش باللقطات، غير نعرفوا مسيرته الكل مع السي بي المنتخب بالسي اس اس ولا حتى في الزمالك، ولاعب لاعب دافي لاعب خلوق. الحقيقه استغربنا منه في بالوقت البارح كنا علقنا عليها حتى بالوقت اللقطه قبل ما تاخذ لومبلو الكبير اللي خذيته في وسائل التواصل الاجتماعي. لكن الحق كي سمعته في التصريح معاك اوكي نجم نعرف الملاعب، يقول لك العباد معينين بعثت له مساجات ثبتوا اوكي نجم نعرف ماهوش للناس الكل، والحقيقه نجم نتفاهم خاطر اخي بحاجه انه عابد معناتها يتلقى الكم الهائل من المساجات هذوكم من عند العباد. وصلنا حق وليد المستوى هابط برشا، بعض العباد يبعثوا لك مساجات الكلام اللي يتقال الحق ما تنجمش حتى تعاود تقراه، كلام يوجع برشا. نفهم اللاعبيه ما هم الا بشر ينجم يخلط ويقول لك غلط انا ونتصور نطوي الصفحه ونتعدى، ولا انيس انا 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 معك ساعه في لقطه وهبي الخزري، انا بدي نفس الراي معناتها انا مصدق اللاعب وهبي الخزري معناتها في نفس انا بدي انا وياك في نفس الراي. بالنسبه لحمزه المثلوثي انا قلت لك معناتها المساجات اللي وصلوني يعني الحقيقه نتاع ربي حاجه معناتها يندلع الجبين، يعني الحقيقه نتاع ربي معناتها مش واحد باش يشرع ولا يقول عنده الحق، لا هو بيدو يعرف. اول مساج قلت لك قال لي انا 2000% غلط، ما كرنيش جاوبت، قلت له انا تحب نصيحه معناتها حتى من واحد عباره انا اخوك الكبير ولا معناتها انا اقدم منك خاطر اكبر منك في العمر، كان معناتها ما تجاوب حد ما تجاوب معناتها راه مشكل كبير مش تدخل في صراع. تعرف كونتونا مسيرته كبيره كانت في انجلترا ولعب في المنتخب الفرنسي معناتها تقريبا مر بجانب الحدث، لانه في كل مره قاعد يدخل في مشاكل مع الجمهور ومع الصحافه. هذا الكل زيد تدخل الصفحه كما قلت سلام ونتعدي ونتلعبوا المباراة المنتخب الجامبي. واكيد ونرجع للوليد بالنسبه للموضوع مضر كبير، هو الحقيقه مضر كبير والملعبيه وحتى المكتب الجامعي تحس انهم قبل ما يجيوا لهنا واضح انه والا دوب ما جاوا لهنا صار حسب من ممكن نتصور اجتماع لازم يهديوا الامور مع الناس الكل، لانه واضح انه البارح مثلا تقريبا الملعبيه الكل تكلموا دون استثناء، حتى اللي ما حبش معناتها جاء معناتها اعضاء المكتب الجامعي قالوا له ماذا بينا معناتها تمشي تعملوا تصريحات، وقع حتى اللي معناتها الملاعبيه اللي ما لعبوش الناس الكل كانت موجوده. المدرب منذر كبير كيف معناتها واضح انه بدا يفهم ايش معناتها انه الضغط نتاع المباريات الكبار والضغط نتاع المنتخب والضغط نتاع انه الناس الكل تعس عليك في كل لقطه في كل ديكلاراسيون في كل ويعرف زاد انه الناس وصلنا المكتب الجامعي انه الناس صارفه وسائل الاعلام صارفه برشا فلوس باش تبعث مراسلين لهنا، مش باش نجيو باش في كل مره باش تقول لا ما تحبوش نتكلموا ولا في نعملوا 100 كيلومتر تقريبا يومين باش من اللقطه اللي انا ما عجبتنيش وليد وسلام واللي ما تحكيش عليها برشا البارح واللي اليوم الصباح الناس تبعث لي الجماهير التونسيه اللي مشات البارح للملعب، فما شكون عمل 900 كيلومتر البارح حبوا بعد نهايه المباراه انه اللاعبين يتوجهوا لهم على الاقل بالتحيه يمشيوا معناتها يقربوا لهم
يعني يقولوا لنا يعطيكم الصحه، كما يعملوا كما عمل المنتخب البارح جامبي قدامي انا شفت بعد رغم اللي عمل تعادل، كيف كيف لاعبيه المنتخب المالي توجهوا بالتحيه للملاعبين لجماهيرهم، لاعبيتنا ديريكت بعد المباراه دخلوا الفيستيات، معناتها الحقيقه تعرف الناس تغشت على الاخر، فما عائلات جات على فكره انيس كل فرق العالم وشفناه حتى في اورو 2020 بعد المقابله رابح ولا خاسر يمشي حي الجمهور نتاعو، هذا اقل واجب الناس حتى كان ما عملتش 900 كيلومتر جات تشجع فيك ابسط واحنا بالكش انيس متغشين عليهم، خاطر شفناهم في عوضي عيطوا خزري خزري ولا نعرفش انا بليل بليل عيطوا صحباني صحباني البارح في الفيديو اللي هبطته انت لا هذاك شويه بعض الخيال غادي في اطار الطرفه، لكن الحقيقه نتاع ربي معناتها فما عائله البارح معناتها هذه اللي قلت اللي جت 900 كيلومتر حبوا على الاقل يشكروهم يقول يعطيكم الصحه يصفقوا لهم معناتها ما فيها باس. اليوم زاد فما كنا مع ملصق الهلال في السفاره بلغ لي خلي ورشه تواصل البارح معناتها تقلقوا ما انت فيها باس تعمل معاهم تخيل كنت شفنا لقطه حلوه اسم الوهبي الخزري مع المشجع الفول الصغير فوالا فركونت الوهبي الخزري مشى معناتها المشجع الصغير تغشش وبكى بعد بعد ما ضيع ضربه جزاء الوهبي الخزري في المباراه الاولى، وكان مشى له البارح تدخل كان من الجامعه التونسيه لكره القدم، ووهبي الخزري اللي مركز دوبليه مشى للطفل هذا وعطاه المليون نتاعو. الحاجه الباهيه اللي نحكيو عليها الحاجه الباهيه الخايبه كيف كيف نحكيو عليها، ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله نربحوا المنتخب الجامبي، واحنا وصلنا النداء نتاع الجمعيه التونسيه للمكتب الجامعي وقالوا لنا معناتها الحقيقه نتاع ربي فك الخوذه نتاع المباراه اخر المباراه ما انتبهوش، ان شاء الله ما عادش تعاود المباراه الجايه ان شاء الله كي نترشحوا ان شاء الله في المركز الاول الثاني الثالث نمشيو على الاقل يشجعوا الناس اللي جاتهم، صحيح الدخول مجاني لكن راهو في الكامرون لهنا باش تتنقل من بلاصه لبلاصه يعني بتلمو كبيره ياسر يعني تعمل مئات ولا الاف الكيلومترات باش توصل لملعب لمبي اللي ملعب اللي يحتضن مباريات المنتخب الوطني التونسي واللي طبعا باش يكون باش يحتضنها الخميس مباراه المنتخب الجامبي اللي الى حد الان كما قلت غينيا الاستوائيه ومنتخب الجامبي الى حد الان كما يقولوا الزملاء لنا في الكامرون معناتها هما اللي يعتبروه مش يعتبروه مش الحصان الاسود في هم المفاجئات في البطوله هذيا. انيس عندنا اخبار على اللاعبين المصابين بالكورونا؟ فوالا هذا اللي باش يكمل غدوه باش يصير تيست غدوه ان شاء الله الصباح، وان شاء الله اكيد الست ملاعبيه يكونوا براو ان شاء الله ولا حتى على الاقل معناتها باكثر عدد يكونوا موجودين باش يعطي خيارات للمدرب منظر كبير، ولو انه معناتها صعيب انه في نهار ولا نهارين باش يكونوا موجودين، لكن وقت اللي باش يستحق ملاعبي في دوزيام ميتون يكون موجود ان شاء الله في مباراه المنتخب الجامبي. زاد نحكيو مادام نحكيو على التوانسه السيد القسالمي اليوم الخمسه باش يزفر لقاء الكاميرون ومنتخب الكاب فيرد مباراة باش تلعب فيها وندي، وطبعا طاقم تحكيم تقريبا كله تونسي، وزاد مباراة المغرب باش يكون فيها حكم الفار، الحكم الاول المسؤول الاول على غرفة الفار باش يكون جانيسي كازوي اللي شد لنا المباراة الاولى ضد المنتخب. مازال ما روحش سي كازوي؟ باش يكون حكم فار باش يكون هو المسؤول على غرفة الفار في مباراة المنتخب المغربي في الجولة الثالثة، واضح انه ما تم اتخاذ فيه حتى عقوبه بالنسبه للاتحاد الافريقي لكره القدم كما قلنا. انيس فقط سؤال بسرعه، ما نعرفش لاحظت فرق بين المقابله الاولى والثانيه، نحكي من الناحيه البدنيه للاعبيه خاصه المقابله الاولى كانت مساعتين والثانيه الخمسه. صحيح فرق كبير ياسر الحقيقه، حتى احنا انا قلت المباراه الاولى انا قاعد في المدارج الحقيقه نتاع ربي معناتها كلك تفخم سخانه ومعناتها ورطوبه كبيره ياسر البارح المباراة وكانوا في طقس بتاع تونس يعني في تقريبا 27 درجة 28 درجة الرطوبة أقل والجو كان معناتها مواتي لمباراة كرة القدم، والمباراة الثالثة إن شاء الله باش تكون أفضل في 8 متاع الليل، لكن الإشكال الكبير اللي نتوقعوه هو قطاع التيار الكهربائي في مدينة لمبي، في كل مرة ينقطع التيار الكهربائي بطريقة مفاجئة وما يرجع إلا بعد نص ساعة ولا ساعة، إن شاء الله الأمور تتعدى كما يلزم
في المباراه القادمه ضد المنتخب الغامبي. جزيل الشكر ليك مبعوثنا الخاص في ليمبي في الكامرون انيس السحباني، وبطبيعه كل الاخبار نستقيها من عندك، وان شاء الله نسمع اخبار باهيه على اللاعبين اللي تاكدت اصابتهم بالكورونا، ان شاء الله يكونوا جاهزين وينجموا يعول عليهم الاطار الفني تاع المنتخب الوطني. مواصل معكم في كان اكسبريس موجز 3:30 وراجعين.